وعلى التوازي مع جهودنا لتحقيق التنمية الاقتصادية، كانت إرادتنا لتحقيق حالة مماثلة على المستوى السياسي، إيماناً مني بأن حيوية المجتمع المصري بكافة مكوناته هي إضافة إيجابية للدولة ودلالة على ثرائها وقدرتها على الابتكار والإبداع. ومن هذا الإيمان الصادق بقدرات المصريين على إيجاد مساحات مشتركة تجمعهم أطلقت دعوتي للحوار الوطني، وهي الدعوة التي جمعت النسيج المصري من جميع عناصره، وقد كانت الحزمة الأولى من مخرجات هذا الحوار مشجعة على الاستمرار فيه. ولهذا كانت استجابتي فورية لما تم التوافق عليه من القوى السياسية والمجتمعية المشاركة في الحوار، وأصدرت توجيهاتي للحكومة بدراستها ووضع آليات تنفيذها والبدء في تفعيل هذه الآليات. كما تضاعفت جهود الدولة لتعزيز حالة الاستقرار والأمن الداخلي في ضوء تنامي التهديدات الإقليمية الناجمة عن تصاعد وتيرة الصراعات بدول الجوار بما لها من انعكاسات على الأمن القومي المصري. وأصدقكم القول بأن الدولة وأجهزتها المعنية تبذل جهوداً حثيثة للتعامل مع هذه التهديدات وبتكلفة باهظة حتى يظل الوضع الداخلي مستقراً. شعب مصر العظيم، السيدات والسادة، الحضور الكريم، يظل المواطن المصري هو بطل روايتنا الوطنية، وتظل جودة حياته وتلبية متطلباته والحفاظ على مكتسباته وصيانة مقدراته هي هدفنا الأسمى. وظل المصريون، كل المصريين في وجداني وضميري أعمل من أجل محبة الله ومن أجلهم، وأسعى لتوفير سبل العيش الكريم لهم. لذلك فقد كانت إجراءات الدولة من أجل المواطن هي القاسم المشترك الأعظم لكافة مؤسساتها، ولعل المشروع لتنمية الريف المصري حياة كريمة خير دلالة على أن المواطن البسيط من الفئات الأكثر احتياجاً هو المستفيد الأول من عوائد التنمية والإصلاح الاقتصادي.